وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتوه مني. أعمال 1:4. واضح أن الرب يسوع المسيح أوصى تلاميذه هذا الكلام ثم اختفى عن أنظارهم قبل الصعود. ليش؟ الجواب اللي يتبادر إلى ذهني الآن هو أن الرب يبيهم يطلبوه ويصلوا له بحرارة واشتياق، وهذا اللي صار. فكانوا مستحقين أن يظهر لهم الرب يسوع المسيح ويصعد قدام عيونهم ويعطيهم قوة الروح القدس. بالنسبة لي وقبل الإيمان عرفت سبب احتجاب الرب عن أنظار البشر، أما الآن يا أخوتي المشاهدين عرفتم إيش تبوا تسووا علشان يظهر الرب يسوع لكم بمجده العظيم. القرار بيدك الآن، صلي بحرارة وانتظر الرب، شارك مع الآخرين مشاعرك ورغباتك، خليهم يصلوا لك وأنا بصلي لك. وباركناكم من بيت رب السماء والأرض باسم يسوع المسيح، آمين.